أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مصر وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبا إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة ننوي شمال العراق هذا وارتفع عدد ضحايا الحريق الذي نشب في إحدى قاعات الأفراح بقضاء الحمدانية إلى أكثر من 450 شخصا ما بين حالات وفاة وإصابات وأعلنت العراق الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام بسبب الحادث كارثه مفجعه حلت باهالي بلده الحمدانيه بمحافظه نينوى شمالي العراق حيث قتل العشرات واصيب المئات في حريق اندلع بقاعه للافراح خلال حفل زفاف قوات الدفاع المدني العراقي قالت إن معلومات أولية تشير إلى أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء الحفل، مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة، وبحسب قوات الدفاع المدني فإن الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال، موضحين أن الشكل الخارجي للقاعة مزينة بكسوة مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال وغير قانونية وهو ما تسبب في وقوع الكارثة وإثر الماساة أمر رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بإجراء تحقيق فوري في الواقعة وطلب من وزيري الداخلية والصحة استنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف الحمدانية التي تعرف أيضا باسمي قراقوش وبخديدة لحق بها دمار كبير على أيدي تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على مناطق شاسعة من العراق بين عامي 2014 و 2017 كما ان البنى التحتيه في هذا البلد متداعيه نتيجه عقود من النزاعات مما ادى مرارا الي اندلاع حرائق وكوارث مميته اخري